ومن جانب آخر الحنين إلى الماضي حالة حاضرة في هذا الفيديو، خصوصا من جيل الثمانينات ومنتصف السبعينات اللي في كل مرة بيسترجعوا تفاصيل حياتهم في ذاك الوقت، ولكن بأسلوبهم الجميل وكأنهم بيوجهوا رسالة مقصودة: ترى كان عندنا حياة في ذلك الوقت. على هذه اللعبة اسمها أتاري، اسم فخم، وكان لها صولات وجولات في الثمانينات ميلادي. هذه اللعبة بكرتونها ما استخدمت، ومخزنة لها تقريبا 37 سنة. التاريخ الموجود على الكرتون عام 1987. خلونا نشوف تفاصيل اللعبة من الداخل. جهاز الأتاري، الله المستعان، والله من الذكريات. كان هديتي لما نجحت من الابتدائي. يجي معه 2 أشرطة وهذا المحول، كان يسخن على طول، وناخذ نحطه داخل الثلاجة ولا على المكيف. وكان أفضل شريط لعبة الطيارات، وأحلى صوت، صوت تعبئة البنزين. وهنا يد الأتاري ويجي منها 2. فعلا كان جيل جميل، وأتوقع أن كلكم تذكرتوا هذا الأتاري بالتحديد. والله كان زمن جميل وكانت حياة بسيطة جدا، وأكيد تحية كبيرة لجيل الثمانينات ومنتصف السبعينات والتسعينات أيضا، لازم أجمع نفسي معاكم. عموما من